بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الشعب اليمني العظيم، باسم ثورة الشعب السلمية التحرورية، باسم فبراير وشهداء فبراير وجرحى فبراير، أحييكم جميعا أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، رفاقي ورفيقاتي، المرابطين والمصابرين في مواجهة حرب الثورة المضادة، في مواجهة ميليشيا الحوثي الفاشية، وفي مواجهة الاحتلال والوصاية السعودية الإماراتية. أيها اليمنيون الأحرار، يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، في كل ربوع اليمن، في جباله وسهوله وسواحله ووديانه، قبل 8 سنوات لم يكن أحد يتخيل أن عشرات من الثوار الشجعان تجمعوا عند مجسم الحكمة اليمنية في صنعاء، وفي ساحة الحرية في تعز ستتدفق أحلامهم لتصبح ثورة شعبية سلمية تشارك فيها كل فئات المجتمع، وتطيح بالمستبد، تمزق نظامه العائلي، وتنهي تسلطه وتطلعاته. لكن الحلم المتقد في نفوس اليمنيين تأجج إرادة حرة في الساحات والميادين، وأجبر المستبد على الرحيل والانحناء للشعب. وأثبتنا لأنفسنا ولشعبنا وللعالم أجمع أن إرادة الشعوب لا تقهر، وأن المستبد مهما تجبر ومهما تطاول ومهما اعتقد أنه قد انتصر على الشعب، فإن يومه آت لا ريب فيه، وأن سقوطه قادم لا محالة، وأن الشعب باق والطغاة إلى زوال. هذا الدرس التاريخي يغيب اليوم على المتسلطين الجدد الذين انقلبوا على الدولة وخدمتهم القوى الإقليمية المضادة للثورات، يتوهمون أنهم سيعيدون الإمامة لتستبد بالشعب وتعيده إلى دياجير الظلام من جديد، لكنهم واهمون. شعبنا الذي ثار على محاولة المخلوع الصالح توريث السلطة لابنه، هو شعبنا الذي لن يقبل بالتوريث الجمهوري، والذي لن يقبل بالإمامة الكهنوتية لتحكمه من جديد بالحديد والنار والخرافات في بواكير القرن 21. شعبنا الذي ثار على الإمامة، الذي ثار على المستبد الداخلي، لن يقبل بالوصاية والاحتلال السعودي الإماراتي، ولن يقبل بأدواتهم الإرهابية والانفصالية وأحزمتهم الناسفة في مدن اليمن وجزره وسواحله، أجوائه ومياهه الإقليمية. لقد واجهنا ثورة مضادة منذ اليوم الأول للثورة، ثورة مضادة تجمعت فيها قوى الاستبداد المعادية للتغيير والديمقراطية وحرية الشعوب، تجمع ضدنا في الداخل والخارج الإقليمي المعادي تاريخياً لثورات الشعوب وتطلعاتها نحو الحرية والديمقراطية، تجمعوا كلهم ضدنا لأنهم لا يريدوا لهذا الشعب أن ينتصر وأن ينتقل نحو الحرية والعدالة والديمقراطية، لكن الكلمة الأخرى لن تكون إلا لشعبنا الأبي الحر، إلا لشعبنا اليمني وإرادته الحرة. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، لقد مرت 4 سنوات من حرب التحالف السعودي الإماراتي على اليمن. هذه الحرب التي تغطت بالشرعية ومواجهة الانقلاب الحوثي أدخلت وطننا اليمني في عصر الدويلات والميليشيات المتناحرة. قبل الانقلاب المشؤوم في 21 سبتمبر دعمت السعودية والإمارات الميليشيات الحوثية وأسقطت الدولة وسلموا مقدراتها وجيشها للميليشيا انتقاماً من
ثورة فبراير، لم يشفعوا لثورتنا السلمية قبولها بالانتقال السلمي للسلطة والقبول بمشاركة الحزب الحاكم في مرحلة انتقالية توافقية تمت بموافقة جميع المكونات والأحزاب وبرعاية إقليمية ودولية من مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والدول الكبرى الراعية لهذا الاتفاق. لقد تبين لشعبنا اليمني أن الرعاية الدولية والإقليمية التي قيل أنها ترعى اتفاق نقل السلطة والمرحلة الانتقالية أنها كانت كذبة كبرى سمعها اليمنيون ولم يشاهدوها. لم يتم تقديم أي دعم اقتصادي للسلطة الانتقالية. عاد الرئيس المخلوع حينها لينفذ برنامجه الانتقامي من الثورة ومن اليمن كلها التي لفظته في الساحات والميادين ومورست الضغوط لتحييد الدولة والرئيس والحكومة أمام ميليشيات الحوثي حتى استكمال الانقلاب وسقطت الدولة. لم يفعل الجميع شيئاً لإيقاف زحف الميليشيا وإسقاط العاصمة صنعاء والسلطة الانتقالية، بل ساندوها بالصمت وغض الطرف وكافة أشكال الدعم، ولاحقاً اتخذوا من الانقلاب شماعة لفرض هيمنتهم على البلاد، لكن حيلتهم هذه لن تنطلي على شعبنا الصابر والمكافح. في أبوظبي كان مركز الثورة المضادة لمواجهة الثورة الشعبية، وقد عملت مع الرياض في هذا الاتجاه، ومنذ 4 سنوات تدخل هذا التحالف عسكريا في اليمن بمبرر استنجاد رئيس الشرعي به، لكنه انحرف عن المهمة المحددة بمناصرة الشرعية في استعادة الدولة من الانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي بالتحالف مع الرئيس المخلوع كما كان يدعي ويزعم. فبدلا من إعادة الشرعية في عاصمتها المؤقتة عدن، دعموا ميليشيات متمردة انفصالية وإرهابية وقوات خارجة عن سلطة الشرعية تنازعها سلطتها وتقف في مواجهتها، كل ذلك بدعم من الإمارات والسعودية التي تمدها بالسلاح والمال في كل محافظة يتم إنهاء سيطرة ميليشيا الحوثي عليها. يسيطر التحالف على الجزر والموانئ والسواحل اليمنية والمنشآت النفطية، ويمنع الرئيس الشرعي من العودة يحتجزه في الرياض، ويمنع الحكومة من تصدير النفط وبسط سلطتها على كافة الأراضي المحررة. يحارب تحالف السعودية والإمارات في اليمن لتقسيمه ونهب ثرواته، ولا يحارب من أجل الشرعية واستعادة الدولة. مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين طردتهم الرياض، ومارست ولا تزال تمارس إجراءات مذلة ضد المغتربين العاملين فيها، تقوم على مبدأ جباية المزيد والمزيد من أموالهم ومدخراتهم وعائدات أعمالهم. لقد سقطت ورقة التوت عن التحالف الغادر، وبعد 4 سنوات عجاف من الشعارات الرنانة والحرب الدامية باتت أهداف هذا التحالف واضحة في رفضها لعودة الدولة اليمنية التي استعاضوا عنها بأحزمة من المرتزقة المرتبطين بهم كغزاة والرافضين الاعتراف بالشرعية المعتقلة في الرياض وحكومتها الكسيحة. أيها اليمنيون جميعا، أبناء شعبنا العظيم الذين تعرضوا لأسوأ استهداف في عالم اليوم، استهداف طال قوت يومهم ولقمة عيشهم مثلما طال دولتهم ومدنهم بالحرب والقصف والدمار، إن معاناتكم الإنسانية اليوم الغرض منها هو تركيعكم، الغرض منها هو تركيع الشعب اليمني العظيم ليقبل بالمستبدين والطغاة. هذا التجويع وهذا الإفقار لليمنيين يشارك فيه تجار الحروب في الداخل والدول الإقليمية الكبرى بهدف تمرير مخططاتهم الإقليمية والدولية التدميرية لليمن والاستيلاء على ثرواته وموقعه الجغرافي الهام. الأزمة الإنسانية اليمنية اليوم وسياسة التجويع التي
يمارسها الاحتلال السعودي الإماراتي وميليشيا الحوثي كذلك، هي جزء لا يتجزأ من حربهم في اليمن. هذه الحرب التي كما قلت تستهدف الدولة اليمنية، تستهدف اليمن ووحدته وحاضره ومستقبله. مواجهة هذه الأزمة الإنسانية الكبرى يتطلب اصطفاف عالمي، يتطلب أن يتحمل العالم مسؤوليته إزاء الملف اليمني بكل جوانبه. هذه الأزمة الإنسانية هي نتيجة من نتائج الحرب. لقد تسبب الانقلاب على الدولة والحرب السعودية الإماراتية على اليمن في أزمة إنسانية هي الأكبر في العالم. إن النظر إلى الأزمة الإنسانية بعزلها عن ضرورات اتخاذ خطوات قوية وفعالة لإنهاء الحرب وعودة الدولة اليمنية لتحمل مسؤولياتها إزاء مواطنيها يجعل الأزمة الإنسانية تتكرس أكثر من خلال الادعاء بتخفيفها. لا شك أن المساعدات الإنسانية تخفف من معاناة اليمنيين وأن جزءاً من السكان تصلهم هذه المساعدات وتخفف من معاناتهم، لكن التقارير الموثوقة من قبل المنظمات الدولية تثبت أن جزءاً كبيراً من هذه المساعدات يتم التلاعب بها ويتم تسليمها لميليشيا الحوثي فتستخدمها لتمويلها، كما أن الجزء الآخر يتم منعه من الوصول إلى اليمنيين عبر احتجازه في المطارات والموانئ المحتلة من قبل الإمارات والسعودية وميليشياتهم. يا أبناء شعبنا اليمني الصامد المكافح، الانقلاب الحوثي يعيدنا العبودية، والاحتلال والوصاية والهيمنة السعودية والإماراتية يعدنا بمهانة تاريخية لن تغفر لنا الأجيال القادمة إن قبلنا بها ولم نتصدى لها ونقاومها ونرفضها. إن الوعي الذي شكلته ثورة فبراير سيكون مرشدا لنا من الضلال في دياجير الظلام الإمامي الذي يجدف ضد التاريخ وضد الحياة. سيكون وعي ثورة فبراير حاميا لنا من السقوط في الارتهان الأجنبي والإذعان لأهدافه المشبوهة التي تهدد اليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه. إن القضية التي حملتها وبشرت بها ثورة فبراير الشعبية السلمية تعيد لشعبنا اعتباره وتعده بالتحرر من الطغيان الداخلي والانعتاق من الوصاية الخارجية. هذه القضية هي قضية ثورتنا، ستكون مشعلاً لنا يضيء لنا الطريق وسط هذه المشاريع التي تستهدف شعبنا وبلدنا من الداخل والخارج. باسم هذا الجيل، جيل فبراير، نقول للسعودية والإمارات: أيها الصغار الحمقى الذين تسيئون للأمة العربية بكاملها بصبيانيتكم المتوهمة بأن بمقدوركم احتلال اليمن وابتلاعه وتقسيمه عن طريق إنهاكه بالحرب والميليشيا والفوضى. أيها المحتلون الصغار، أنتم واهمون 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 بأنكم قادرون على احتلال اليمن وابتلاعه وإرضاخ شعبنا اليمني العريق. ستنتصر اليمن وستهزمون. ولأولئك المتخاذلين من الأحزاب والمكونات السياسية نقول إن جيل ثورة فبراير الذي تجاوزكم في ثورة 11 من فبراير العظيمة وأثبت لكم عجزكم، هذا الجيل الحي المتوقد بالإيمان والحرية باليقين بالمواطنة والاستقلال سيتجاوز اليوم عجزكم وارتهانكم في فنادق الرياض وأبو ظبي. باسم هذا الجيل، جيل فبراير العظيم، نقول لكم إن مواجهة الانقلاب لا تتحقق ببيع اليمن للمحتلين الصغار وترك محافظاته وأجزائه الحيوية، سواحله وجزره وموانئه ومطاراته ليعيثوا فيها فساداً بميليشياتهم ويزرعوا فيها الكراهية والأحقاد والعنصرية بين أبناء الشعب الواحد.
نحن أبناء أمة يمنية عظيمة وأبناء وطن كبير لم تستطع الإمامة والاستعمار البريطاني تجزئته. وحدية المصير اليمني راسخة رسوخ هذا الشعب وشامخة شموخ جباله العالية. نحن شعب واحد أبي مارد شرس. نحن اليمنيين أولاً قبل المذهب والطائفة والشطر والمنطقة والقبيلة والجنس والنوع. نحن اليمنيين أولاً هدفنا دولة ديمقراطية تطبق القانون ويتساوى أمامها الجميع، يختار شعبها حكامها بإرادته الحرة في انتخابات حرة نزيهة وشفافة. لقد كانت مخرجات الحوار الوطني محل إجماع كل القوى السياسية والمكونات المدنية الشبابية. إننا هنا وباسم ثورة فبراير الشعبية المجيدة نكرر تمسكنا بهذا الإجماع الوطني النادر. نكرر تمسكنا بمخرجات الحوار الوطني من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية بنظام الأقاليم الفيدرالية المقررة والمتفق عليها. وسنكافح من أجل عودة الدولة اليمنية واستكمال الانتقال السياسي بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الحرة الديمقراطية العامة لاختيار من يتولى كل المؤسسات التي يحددها مشروع الدستور الجديد. ونؤكد هنا على أن هذا المسار الوطني ليس تكتيكا لتقسيم اليمن وإنهاء دولته، لكنه حلا وطنيا لبناء الدولة اليمنية وترسيخها، دولة المواطنة والحقوق والعدالة والحفاظ على وحدة الوطن اليمني وسيادته واستقلاله. ختاما يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، إن إيماننا بحقنا في اللحاق بالعصر وبدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان الأساسية وتصونها لا يخبو ولن يخبو، ولن تنطفئ شعلته ما دام فينا نفس ينبض بالحياة. دمتم جميعا أيها اليمنيون أحرارا ومكافحين أشداء من أجل الحرية والكرامة والعدالة والمواطنة. المجد للكفاح الإنساني المستمر، المجد للشعب اليمني العظيم عبر التاريخ في الماضي والحاضر والمستقبل. المجد لشهداء ثورة فبراير وجيلها الحر الفتي ونسائها الشجاعات أغصانها اليانعة وبذرتها التي ستزدهر يوما ما حرية ومواطنة وعزة وكرامة ورفاها ووطنا يفخر به أبناؤه. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.